بينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة. اهلا بحضراتكم من جديد. خلاص صفحة البنك الاهلي تم اغلاقها تماما وهيتم التركيز خلال الفترة الجاية على ما هو قادم. اول حاجة هتقابلك مباراة الانتاج الحربي، مباراة صعبة ومهمة لان الانتاج بينافس على البقاء في بطولة الدوري، فريق في مؤخرة الجدول لكن في نفس الوقت عنده فرص للبقاء وده اللي هيصعب الماتش جدا جدا. فمهم قوي ان انت تكون مركز، مهم قوي ان انت تغير الصورة اللي كنت عليها في مباراة البنك الاهلي. فبالتالي الفريق بيستعد وعنده النهاردة مران اخير بيستعد من خلاله لمباراة بكرة. عشان نطمن على استعدادات النادي الاهلي بشكل اوضح نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناة الاهلي ونطمن من خلاله على كل الكواليس اللي بتتعلق باستعدادات الفريق. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحية ليك ولكل مشاهدي وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم. مباراة بكرة غاية في الاهمية، بالتحديد زادت اهميتها بعد ما اتعادلت المباراة اللي فاتت امام البنك الاهلي. في البداية قبل ما نتكلم على استعدادات الفريق ومران النهاردة، قول لي كواليس الكلام ما بين اللاعبين والجهاز الفني عقب التعادل الاخير امام البنك الاهلي، وازاي تم التعامل بشكل نفسي وتجهيز كمان ذهني للمباريات المقبلة يا كريم؟ بالتاكيد زميلي امير نقدر نقول المرحله صعبه جدا وتحديات عديده الحقيقه الفتره القادمه. مباريات كل الفرق الحقيقه اللي هنقابلها الفتره اللي جايه كلها هتكون بالنسبه لها مباراه بطوله، بعيدا طبعا عن النادي الاهلي بقيمته الكبيره ما بيكون متواجد في اي طرف المباراه، لكن الكل عايز ينافس. عندنا يمكن المباريات القادمه يعني انتاج الحربي اسوان وادي دجله، كل المباريات القادمه دي هتكون مباريات صعبه جدا، مباريات شرسه جدا، فمحتاجه تركيز كبير من كل اللعيبه. خلاص يمكن نقدر نقول صفحه واتقفلت بكل ما فيها باخطائها بكل ما فيها طبعا المباراه الاخيره، وده اللي يمكن اكد عليه الحقيقه موسيماني مع الجهاز الفني بالكامل كابتن سعد عبد الحفيظ، لابد غلق الصفحه تماما. اللعيبه اكيد غير راضيه بشكل كبير جدا عن اداء في المباراه وايضا كمان الجهاز الفني. انت عارف زميلي امير طبعا يعني لما بتبقى راجع من بطوله باداء رائع ومميز بتقلقك شويه المباراه اللي بتكون بعد البطوله طبعا. لكن يعني خلاص زي ما بنقول صفحه واتقفلت تماما، هنبدا نركز على القادم. عندنا عدد من المباريات، كل مباراه لابد من التركيز الكبير، ثلاث نقاط لا بديل عنهم خلال المباريات القادمه، والتحدي الكبير هيكون اقوى مع كل لعيبه النادي الاهلي. انا عايز ابدا معاك زميلي امير طبعا بالجلسات النفسيه وبالجو العام طبعا، واللعيبه ازاي تقدر تخرج بعض من هذا الموقف. وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقه اللي يمكن وصل من 5 دقائق و10 دقائق متواجد في ملعب مختار الدين منتظر لاعبي النادي الاهلي اللي تتواجد طبعا في التدريب الاخير. الرساله بتكون مهمه جدا في الحلو في المره والحلوه، زي ما جمهور النادي الاهلي بيقول طبعا في الحلو والمره معاك كابتن محمود الخطيب الحقيقه في المباريات القويه والمباريات اللي يمكن النادي الاهلي بيحقق فيها اداء مميز بنتيجه كبيره بيكون موجود، وايضا كمان في هذه المواقف لان المواقف دي بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عارفه ان كان في بعض التقصير من المجموعه بشكل كامل ومن عدد من الافراد على المستوى الشخصي طبعا للاعبين، فلابد يكون في تركيز كبير. الرساله مهمه جدا النهارده من كابتن محمود الخطيب ومن المحاضره الحقيقه بيتسو موسيماني اللي بدات 5:15 حتى هذه اللحظه يمكن لم ينزل لاعبي النادي الاهلي الى ملعب مختار تتش الاداء للتدريبات، لان واضح ان هي محاضره طويلة فيها بقى بعض الاخطاء الكبيره يمكن وقع فيها النادي الاهلي. طبعا الفرص الحقيقه اللي اهدرها النادي الاهلي خلال المباراه الاخيره والتاكيد على كل الامور الحقيقه طبعا لخط الدفاع خط الهجوم، كل الامور دي الحقيقه بيتسو موسيماني بياكد عليها. وخلاص يعني نقدر نقول لاعبتنا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم البدل، لكن اللي بيقابل لعيبه النادي الاهلي في مباراه مش هيستمر معاه، لان احنا قلنا اكتر من مره زميلي امير في اجتهاد وفي تركيز وفي اصرار والكل عايز ينجح والكل عايز يبقى النجم هو النادي الاهلي، فالتوفيق ما بيغيب عننا، لابد ان احنا نكون مع الفريق ولابد ان احنا نساند اكتر من كده كمان، وده اللي بيدعمه الحقيقه جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيدعم بشكل كبير جدا. مهما كانت المنافسه مهما كانت الفرق مهما كانت النقاط اللي بتفقدها، لكن ثقتنا كبيره لسه، ولسه الدوري طويل ولسه المشوار طويل، محدش عارف المنافسه هتبقى عامله ازاي. لكن الاهم واللي اكيد بيتكلم عليه الجهاز الفني ان احنا نبص لمبارياتنا، كل مباراه 3 نقاط نعديها، نبص للمباراه اللي بعديها ونبدا بعد كده حساباتنا طبعا للبطوله وتصدرنا للبطوله وحصولنا على البطوله. ده امر طبعا بننتظره طبعا بتركه ربنا سبحانه وتعالى، لكن الحمد لله اقدر اقول لك لعيبه النادي الاهلي طلعت من الكوه مباشره، طلعت من المباراه منتظرين بس امير طبعا لعيبتنا النهارده في التدريب، نشوف الجو العام الحاله المعنويه التركيز كل الامور دي الحقيقه بنشوفها اما بنتابع تدريب النادي الاهلي. ويا رب ان شاء الله مباراه الانتاج الحربي غدا مباراه قويه مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، فيا رب ان شاء الله يكون تركيزنا كبير. موسيماني الحقيقه ان شاء الله باذن الله يكون مع التوليفه المتواجده، عندنا غيابات اكيد عديده لكن كل مره هناكد على هذا الامر، الاهلي بمن حضر اي 11 لابد يكونوا متواجدين يادوا عليهم وزياده، وده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله يا امير في مباراه الغد باذن الله. وهو كريم اللي بيميز دايما جمهور الاهلي ان المباريات اللي زي دي اللي انت مثلا تعادلت فيها او خسرت مثلا
مثلا فيها ما بتعديش كده، اللي هو يعني ما بتبقاش حاجه عاديه بالنسبه لهم، وده اللي مخلي الاهلي في حته تانية، لان هي منظومه كلها بتكمل بعض، جمهور، جهاز فني، لعيبه، مسؤولين، مجلس اداره، كلام من ده. فده ساعات او في بعض الاحيان بيبقى امر مطلوب، لازم تنتقد لكن في نفس الوقت يكون نقدك بناء ويكون نقدك داعم لما تبقى من مشوار الفريق في البطوله دي تحديدا. فاحنا كلنا في ظهر الفرقه، كلنا داعمين للنادي الاهلي واللعيبه كلهم. لكن في كل الاحوال يا كريم انا عايز اسالك على غياب مؤثر جدا وحظ وحش قوي حسين الشحات، ان بعد ما مستواه وصل لفورمه كويسه فبالتالي يتعرض لاصابه للاسف. اخر اخبار حسين الشحات ايه؟ وهل ممكن الميعاد اللي تم الاعلان عنه بخصوص عودته للملاعب يقل شويه ويرجع بشكل اقرب شويه، ولا لسه الامور مش واضحه؟ يعني طبعا بالتاكيد اثنين من النجوم الحقيقه فقدناهم، سواء وليد سليمان او حسين الشحات. وليد سليمان كمان عايز ابدا معاك واطمنك عليه. طبعا وليد الحقيقه يمكن ماشي في البرنامج التاهيلي بشكل مميز وطيب، لكن يعني وليد لسه نقدر نقول قدامه شويه. لكن حسين الشحات هو اللي يمكن ماشي بشكل طيب وجيد جدا، وده التطمينات اللي على طول بتكون من الجهاز الطبي للدكتور احمد ابو عابله طبعا رئيس الجهاز الطبي. هو الحقيقه يمكن حسين الشحات بيأدي اداء في التدريبات التاهيليه مميز جدا، لكن العوده طبعا انت عارف يا امير التاني بيكون مهم جدا طبعاً. ويمكن الاطمئنان على اللاعب بشكل اكبر بيكون مهم جدا. مش معنى اللعيب خلاص قدر ان هو يجري وقدر ان هو يلمس كوره على طول اللي هو يبدا يخش في المباريات، لا، نقدر نقول ان حسين هيستمر في الفتره اللي هو متواجد فيها. احنا بنعمل اكيد طبعا، وكل جمهور النادي الاهلي بيامل ان حسين يكون متواجد، لكن مرحله مهمه جدا، ويمكن محتاجين كل العناصر، يعني محتاجين كل العناصر الحقيقه. فاي حد يكون متواجد ان شاء الله يكون جاهز بنسبه 100%. حسين ووليد ان شاء الله بنتمنى لهم العوده سريعا، لكن بيأدوا اداء التاهيلي طبعا اداء مميز جدا، ينقصهم ان شاء الله بس باذن الله ان هم يفضلوا ماشيين على الاداء المميز في التاهيل، وان شاء الله يكونوا مع فريق النادي الاهلي في المباراة المتبقية من بطولة الدوري العام. إن شاء الله بإذن الله يا كريم. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي، كان معانا على الهواء مباشرة من استاد مختار التتش قبل لحظات من انطلاق مران الأهلي الأخير، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي. بإذن الله الفريق يكون موفق في مباراة الغد والمباريات اللي بعديها كمان كلها، لأن إحنا خلاص ما عندناش فرص تاني نضيعها. لو لا قدر الله أنت تعادلت حتى مباراة فانت بتدي الافضليه بتنقلها الناحيه الثانيه لنادي الزمالك، انت مش عايزين ندي الفرصه دي خالص لنادي الزمالك، نادي كبير طبعا، لكن في نفس الوقت انت هدفك انك تحافظ على البطوله المفضله بالنسبه لك وبطوله مفضله لجمهورك. واحنا بنتمنى وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان نفرح السنه دي ببطوله الدوري، عكس السنين اللي خدنا في او بعض السنين اللي خدنا فيها بطوله الدوري من غير فرحه، لان امر كان متعود عليه جمهور النادي الاهلي. لكن في ظل المنافسه القويه دي هيبقى مهم قوي ان انت تكسب الدوري وتفرح بالبطوله فرحة كبيرة بإذن الله. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.